صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير على كل من يتابعنا وكل من يشاهدنا في حلقة مميزة وجديدة أكيد من برنامج مطبخ خلدون بالأطباق اللي راح أقدمها لهذا اليوم. مثل ما قلت إنه هذه أو هذا البرنامج يختلف عن الفقرة اللي أقدمها دائما ببرنامج شمس الفلوجة. الاختلاف هنا أنه ممكن نعمل هنا تقريبا 3 طبخات وأيضا ممكن نستقبل اتصالاتكم طبعا أكيد على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. أيضا ممكن إنه هنا يكون الأطباق اللي إحنا نسويها تكون يعني ذات وقت، يعني ممكن وقت شوي أكثر عكس اللي أقدمه بالفقرة. طبعا الأطباق اليوم راح أسويها كباب باذنجان، من الكباب الباذنجان اليوم اللي يكون من الأطباق المعروفة وأيضا المشهورة، لكن إن شاء الله راح نسوي بخطوات بسيطة سهلة سريعة وأيضا لازم تكون صحية حتى أقدر أقدم به كباب الدجاج أو كباب سوري أو كباب الباذنجان. كباب الباذنجان اليوم طبختي الأولى، أحتاج أيضا إلى سلطة، طبعا راح تكون في عندي أكيد سلطة مميزة لهذا اليوم. راح نعمل سلطة الصوصج اللي راح أعملها أكيد بطريقة بسيطة جدا. راح يكون فيها شوية صوصج، راح يكون فيها أيضا مجموعة من الصوص أو كيفية عمل صوص سريع أنه أسويه مع الصوصج. شوفوا هنا سلطة باذنجان تحتاج إلى صلصة، الفتوش تحتاج إلى صلصة، أيضا هنا حتى الحمص بطحينة تحتاج إلى صلصة. لذلك اليوم راح تكون في عندي طبخة أكيد حلوة اللي تكون فيها صوصج وأيضا تكون فيها مجموعة من الصوص اللي راح تكون متكون من دبس رمان، راح أخلي كاتشب، راح أخلي زيت الزيتون، راح أخلي حامض، وراح أخلي شوية من البهارات. هذا الشيء يكون مهم جدا حتى تكون في عندي الصوص تغلف كل السلطة وحتى تعطيها في الطعم ونكهة كلش طيبين. طبعا تقدرون أنه شوية تزاغلون بيها، يعني تخلوا لها فد نكهة كيفكم أنتوا، يعني ممكن أعشاب، ممكن أي شيء آخر ممكن أخليه، أهم شيء أنه تعطيني في الطعم ونكهة كلش طيبين. عندي خس، عندي طماطة، عندي خيار، عندي صوصج، عندي مكرونة، عندي أيضا راح يكون في كاتشب، ومثل ما قلت دبس الرمان، أيضا راح يكون في عندي زيت الزيتون والحامض، كل هذول نمزجهم سوية وتطلع بالأخير أكيد راح تكون في عندي سلطة مميزة. نجي للحلويات اليوم، الحلويات راح تكون عندي خفايف لكن راح نعملها بالستيب السريع اللي هو السحولة فاست ستيب، اللي راح تكون عندي عجينة سريعة ما راح تحتاج إنه أخمرها، راح أحشيها بالكراميل، راح إنه أغلفها وأشويها بالفرن. طبعا ما تحتاج إلى وقت كلش هواية، ليش؟ لأنه عجينتها راح تكون سريعة جدا. لما تكون في عندكم إنه تكون عجينة سريعة ما تكون إنه تأخذ وقت كلش هواية. ثانيا أهم شيء أعطيها فد نكهة مميزة هنا اللي هي نكهة الكراميل. شوفوا هذه العجينة انتفخت، تركتها ترتاح لراحتها، غلفتها بالكراميل، أكيد راح تكون ولا أروع من عدها بطريقة تحضيرها، بمقاديرها، بتفاصيلها، بطعمها، بنكهتها، كل شوية راح تعجبكم. يعني بين قوسين يا سلام سلم، يا سلام سلم يا حبيبي يا حبيبي. كمل شويها منا لنهاية الحلقة تكون عندي أكيد جاهزة. مشاهدين الأحبة راح أستخدم لحم غنم اليوم في الكباب. في مشكلة كل تعاني من عندها وهي انه يا اخي ما يلزم الشيش بالهذا. طبعا اكيد ما راح يلزم، ليش؟ لانه يكون نسبه الدهن به اعلى، لما يكون نسبه الدهن به عاليه اكيد ما راح يتماسك. تخيلوا يكون في عندي نسبه دهن عاليه اللي هي طبعا اكيد اللي هي او الشحوم او الدهون خاصه بالغنم، يقول لك انا مثلا جايب فت كيلو لحم غنم او كيلوين لحم غنم وسويتها كباب، لا اكيد ما راح ينجح الموضوع. لحم غنم خالص 100% لا طبعا ما راح ينجح، مستحيل ينجح، مستحيل. ليش؟ لانه بي نسبه دهون كلش عاليه، الدهون هذه راح تسيح بالنار، لما تسيح بالنار راح تتفتفت، من راح تتفتفت اللحمه راح توقع، وين راح توقع؟ راح توقع على الفحم وتسوي لكم مصيبه. فلازم انه يضاف لها لحم عجل، مهم جدا انه اخلي لحم عجل، مهم جدا انه اخلي له شويه بقسم، شويه بقسم او ممكن كعك مطحون او خبز حتى او حتى صمون يابس مثلا اطحنه واخليه. او ممكن شنو كنا نسوي، نجيب قرصه خبز واخليها بالمي، انقعها بالمي واعجنها مع الكباب، عجينه الكباب، وتكون عندنا اكيد متماسكه تقريبا. انه تقريبا انه هذه الاطباق، من هذه الاطباق اليوم راح اقدر اقدمها لكم. كذلك ممكن اتصل بينا على ارقام الهواتف راح تكون موجوده حبيبي اسفل الشاشه، اللي عجبه اي طبخه اي اكله ممكن اعطيكم مقاديرها، طريقه تحضيرها، تفاصيلها. ايضا هنا انا مشاهدين الحبه ممكن الاستمتاع اليوم بطبخه اليوم اللي راح تكون جدا مميزه. سولفنا هوايه طبعا اليوم راح يكون في عندي كباب، والكباب راح يكون كباب باذنجان. حضروا ورقه وقلم، خلينا نبلش بكتابه المقادير اللي راح تكون متكونه من اول ماده في عندي اكيد راح استخدم اللحم. يلا يلا المقادير، خلينا نبلش بالطبخه، خلينا نبلش يا عيني بالاكله.
نشوف المقادير. راح نحتاج في البداية لحم مثروم. يا حبيبي لحم مثروم. اللي بعد اللحم راح استخدم باذنجان. اللي بعده راح استخدم طماطة. راح تقول لي طماطة خلدون، أقول لك نعم طماطة. بقسم بيض بصل. راح يكون في عندي هنا الزبد، راح استخدم هنا ايضا راح يكون في عندي هنا معجون طماطه، خلط وياهم معجون فلفل احمر. راح يكون في عندي اكيد الثوم، ومثل ما قلت بهارات. البهارات اللي هي راح تكون فلفل اسود، شويه قرنفل، شويه ملح، كل هذه راح تكون موجوده اكيد في هذه الطبخه اللي راح تكون جدا مميزه. طبعا اكيد احبتي المشاهدين اللي يحب مثل ما قلت اي طبخه اي اكله ممكن نعطيه مقاديرها طريقه تحضير تفاصيلها، ممكن تصل بنا ارقام الهواتف، واذا طافي عندكم كهرباء فالكم الله. واذا طافي الكهرباء لكم الله. انا راح يكون في عندي اللحم، راح نسوي عجينه اللحم او العجينه المهمه اللي هي طبعا اكيد عجينه الكباب. ناخذ كاسه ونجيب الكاسه، ناخذ شويه بهارات. بهارات بكيفكم. اخذ اول شيء اللحم واضيفه بهذا الشكل، اضيف اللحم وبهرني بهرني يا حبيبي بهرني. راح اخلي ملح، ورا ما اضيف الملح راح اضيف البهارات. شنو عندكم بهارات ممكن تضيفوها؟ انا خال كركم، شويه كاري. راح اخذ ثوم تقريبا فصين اثنين ثوم حلوين. ارجع اقول هنا اختياري حسب الرغبه. يا سلام، اخذ تقريبا حبتين اثنين ثوم وهرسهم بهالطريقه هذه. هرسني هرسني يا عيني هرسني. وراها اباشر بتقطيعها ناعم، وراها انه اهرسها بعد اكثر، يعني انه ممكن انه اني اهرسها بالمهرسه، لكن حلو انه انا اثرمها وبعدين اثرمها بهذا الشكل. واكيد راح اضيفها على الحشوه اللي هي طبعا اكيد راح تكون في عندي حشوه مميزه جدا، حشوه الكباب. خليت هنا مثل ما تشوفون راح اضيف الثوم وراح اضيف البقسم، بعد شويه بقسم. اعيد لحم ملح بهارات ثوم وبقسم، وهسه بيضايه واحده بدون كتكوت. يا سلام، ورا ما اضيف البيض هنا راح اخلط المواد سويه، راح اخلطهم مع بعضهم. اللي يحب انه يخلي البصل حسب الرغبه ممكن تخلون شويه بصل عادي، تريدون تخلون بعد شويه ثوم ايضا عادي، تخلون معدنوس، تخلون كرفس، تخلون كرات، هذه بعد بكيفكم. هذه المواد اللي ممكن انتم تخلوها لضيفه نكهات، هذه حسب الرغبه. راح اباشر الان بخلط اللحم مع البهارات، بعد شويه بهارات. البهارات هذه خلطت كل من الفلفل الاسود وفلفل اسود، خليت جوزة بوة، خليت كركم، خليت كاري، خليت بهارات برياني. أرجع أخلط الكباب. هذه البهارات أو خلطة البهارات ممكن أيضا تطحنون إياها شوية ماجي. أعجنها بيدك ما حد يفيدك. أعجنها تمام التمام. هنا أنا ما راح أشويها على الفحم. طبعا أنا راح أشويها بالفرن. لذلك شنو اللي أحتاج؟ أحتاج إنه أعجنها كل زين، حتى لا تتفتفت عندي مثل ما قلت، وتصير عندي رقيقة، كلش رقيقة، كلش رقيقة وكلش خفيفة وكلش طيبة. هنا أنا راح آخذ كل العجينة وأعجنها زين، كل زين تعجن، لازم نعجنها تمام حتى لا تتفتفت عندي. لاحظ من تتفتفت عندي راح أخسر الطبخة كلها. صدقوني هذه المقادير نفسها احنا نسويها على البرجر اللي هو برجر ميت، برجر لحم، نفس المقادير تقريبا. لاحظ تكون عندي العجينة تمام. هسه انه احنا جهزنا العجين اللي هو عجينة اللحم، راح ابلش اخذ باذنجان وقطعني يا باذنجان، لكن انا احتاج الى درجة حرارة جيدة تقريبا 3 خواشيك زيت، 3 كلش حلوين. راح اضيف هنا زيت 3. راح اسوي لها صلصة، هذه الصلصة اغلف بها كل الكباب، هذه الصلصة ايضا اختيارية يعني كيفكم.
حبيت تخلوها صوص عادي. راح اخلي صوص، راح اضيف شويه زيت هنا. والله ما اضيف الزيت راح اضيف هنا شويه ثوم، واخذ ايضا شويه من الزبد. اضيف هنا شويه زبد على الزيت واتركهم لحد ما يسيحون. لو خال اني زبد واحده راح يحترق الزبد. يعني انا لو خال هسه زبد واحده راح يحترق قد الزبد، لكن من اخلط الزبد مع الزيت ما راح يحترق قد الزبد، وذلك راح احتاج الى طعم مهم جدا او نكهه كلش قويه للزبد. هذه تعطيني في الطعم ونكهه كلش طيبه للش اسمه للصوص اللي ممكن انا اغلف فيه. خليت شويه زيت ورا ما خليت الزيت، راح اخذ قطع الكباب. اخذ القطع هذه، لاحظ كلش تمام، ريحتها كلش طيبه. الريحه هنا لازم تكون طيبه وجميله. خليها هنا، اخذ اللخ، لاحظ شو ما تريدوها تصير تصير، كبكبوها بيديكم. ليش صارت بهالطريقه هذه؟ خليت بقسم طبعا، لانه لو ما خال بقسم هاني كان هسه ما قدرت انه اعجنها تمام. ارجع اعجنها كلش تمام. ويا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، باي بايز. اخذ قطع كبيره وحلوه من الكباب اللي هو راح يصير عندي هنا شنو؟ كباب باذنجان. يا باذنجانك يا وحش الطاوه، يا سلام. اخر حبتين يا اخي، ريحه الثوم، الطعم، وايضا راح يكون النكهه كلش حلوين ومأزأزين. اخر حبه الحنونه الصغيره، اخر حبه، وهذه الحبه الاخيره. وراها شو راح يصير عندي؟ راح يصير في عندي هنا مجموعه حلوه من المواد، مجموعه حلوه من النكهات، مجموعه حلوه من الطعم. بشوف الزيت صار كلش تمام. يا سلام، خليت شويه الثوم مع الزبد. تعال شوفوا، تعال شوفوا، تعال يمي، تعال يمي، تعال يمي، شوفوا هنا هذا كم قطعه صغيرونه، كم قطعه صغيرونه من الثوم راح تعطيكم في الطعم ونكهه كلش طيبين. شفتوها؟ لا تسبح، لا تسبح بالزبد. يا سلام يا حبيبي. راح نبلش اقطع البصل اللي عندي. قطعني يا حبيبي، قطعني دبل جفوف عاد، كلها عجينة لحم. طبعا هنا انا راح انتظر لحد ما يكون في عندي الزيت ساخن. انا متاكد انه ما راح يحترق عندي شنو؟ ما راح يحترق عندي الزبد. ما راح يحترق عندي هذا الموضوع نهائيا. راح اخذ البصل واضيفه بهذا الشكل. سيمفونية الطاوة، مو صحيح؟ يا سلام على سيمفونية الطاوة. راح ابشر الان بوضع البصل. قطعت كل البصل اللي عندي وراح اضيف حبة كاملة من البصل. جولين، جول الاول ثوم، جول الثاني بصل. شلوني؟ لا انا راح اواشر بقلب البصل، لكن انه انتظر لحد ما انه يتحمص. لازم انه يتحمص على الاخير. لما يتحمص على الاخير راح اتاكد تماما انه راح تكون في عندي نكهه كلش طيبين. لاحظ هنا قلبهم مع بعضهم. يا بهاراتك يا خلدون، شويه بهارات طبه هنا واضيفها بهذا الشكل. خلاص راح اجي للباذنجان. قطع الباذنجان، هاي قطعة حلوة وهاي قطعة مأزأزة، وهنا قطعني ثلاث قطع حلوين ومأزأزين. راح اخليهم بهذا الشكل. نبلش بحبة ثانية، هذا ما نحتاجه. هذه قطعة أولى وهذه قطعة ثانية. عندي صارت تقريبا ست قطع، ست قطع كلش تمام. قبل ما اخذ شياشه خلينا نشوف هنا. لاحظ هنا بلش لونه يتغير. اهم شيء عندي يتغير اللون، هذه بعدها اهم شيء يتغير اللون.
راح اجي اشوف شفتها انه الباذنجان تعرفون انه يكون به لبه، انا ما احتاج هاللبه كلش هواي من عندها، انا احتاج شيء بسيط من عندها، ما تكون عندي كلش اوفر لب. لاحظ شو راح اسوي هنا، راح اخذ لب الباذنجان، باي 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 باي. اللب ممكن اللبه هذه تكون عندي بهذا الشكل، لاحظوا بهذا الشكل انه انا بعد عندي اللبه، بعد عندي هنا عندي هنا لكن ما عندي هنا، عندي هنا بس ما عندي هنا. اخذ ثاني نفس الشيء بس لا تطلع بعيد، مو كلش هواية اخذ من عندها، اوكي كلش قطعه خفيفه اخذ من عندها هنا ايضا. شوفوا شويه من هنا، تمام شوفوا اكو شويه اكو ها اكو باذنجان. صراحه انا حبيت يكون بهذا الشكل الكباب، يكون طعم بيت اسم باذنجان مو كله اوفر باذنجان. خلاص شوفوا نانا بيكون عندي القطع كلش تمام، ست قطع مو صحيح، 1 2 3 4 5 6 ستة حلوين ومأزأزين. صينية تدخل الفرن، صينية تدخل الفرن، نجيب بايركس. يا سلام على البايركس الجميل هذا، شوفوا البصل شلون صار، حمصني يا بصل حمصني. راح أضيف طماطة مقطعة مكعبات، وأنا ما أضيف الطماطة أسمع الصوت، استمتعوا بهذا الصوت، هذا تشوفوني يعني. لاحظ أنا صدقوني الصوص هذا كلش مهم. اللعبة وين؟ اللعبة بالصوص. أنا خال فلفل، معجون فلفل أحمر ومعجون طماطة، راح أنص النار عليه حتى أحير بالكباب. راح أخذ قطع الكباب، أخذ هذه الباذنجانية، أخلي القطعة بهذا الشكل، شيش يدخل الفرن. أوبا لاحظ أنا أجي أخذ قطعة صغيرة بعد وأخليها من الجهة الثانية بحيث أنه لاحظوا شلون صارت، تمام. أخذ حبة ثانية وأيضا أرجع أغلقها بهذا الشكل، كلش تمام. أخليه هنا، أخذ الثانية، شوفوا هنا أنا أخذ قطعة الكباب وأخليها بهذا الشكل، بعدين خلي هذه، بعدين أخذ قطعة، بعدين أغلقها أغلقها. يا سلام شوفوا شو صار عندي، يكون عندي بهذا الشكل، شوفوا شيش كامل يكون بهذا الشكل. ممكن تخلون كمية أكثر لحم إذا حبيتوا، أنا عندي بعد شوية لحم راح أخلي جزء، تمام. أخذ قطعة لحم هنا أنا. باي بايز. أخذ قطعة لحم هنا أنا وأخليها بالعكس، يا أيضا باي بايز. أخذ هذه القطعة وأخليها أيضا. شو راح أسوي هسه؟ راح أضيف شوية زيت، أنا ما ملح الباذنجان فلازم إنه أملحها، وراها راح أخلط الصوص. راح أرجع للصوص، لازم أرجع للصوص، راح أرجع للصوص. راح أضيف هنا شوية مي، شوية مي، أبلش أضيف المي شوية شوية، أبلش أضيف المي شوية شوية. يا سلام شوية شوية مي، شوية شوية مي حلوين مع النكهات هذا والطعم هذه، أسوي له الصلصة. راح تقول لي ممكن إنه أشوي أني
أشويه بالفحم، ممكن تشوي على الفحم عادي جدا وطبيعي جدا، كلش طبيعي تقدر انه تشوي على الفحم، واكيد راح يكون عندكم الطعم والنكهة كلش طيبين. لاحظ ان انا مشاهدين الاحبة راح يكون في عندي خلط الصوص، الصوص هذا راح يكون كلش مهم، لازم ان يكون في عندي صلصة ثخينة وطعمها كلش طيب. ورا ما اشوف انه صارت عندي بهذا الشكل، صار عندي كامل ومكمل. تعال يم هنا ونشوف ايش راح نسوي. المرحلة الأخيرة، غلفني غلفني بالصوص، غلفني. يا سلام يا سلام، سلم. أغلفه بالصلصة، أغلف الكباب هذا بالصلصة. ورا ما غلفته بالصلصة، أغلف هذه بالصوص، وأغلف هذه بالصوص. شويني يا خلدون، شويني شويني. أكيد باي باي بالفرن. أبلش أشويها. أنا شوية تعرفون إنه الكراميل صار عندي تمام، أيضا لازم إنه الطبخة تكون كلش أوكي. طبعا أكيد طعم الصوص، نكهة الكراميل، تغليفة كاملة كلش حلوة، راح تكون رائعة جدا هذه الطبخة بالأخير. أهم شيء إنه لا تنسون إنه مقاديرها كلش بسيطة. يتابعني اليوم راح يشوف هواي أطباق كلش سهلة ممكن الكل إنه يسويها. نجي ناخذ الصينية هذه نصعدها لي فوق حتى تستوي بسرعة بدرجة حرارة 200 فوق وجوا العينتين. باي باي. طبعا طبخة كلش بسيطة سهلة وسريعة، كباب الباذنجان. أهم شيء إنه تحفروها، أكو بيوم ما يحفرها، لكن أنا كلش مهم إنه تحفروها. ورا ما تحفروها راح تكون عندكم كلش تمام، وأكيد النكهة راح تكون تمام. لا تقول لي تتفلش، لا تقول لي راح يصير بها شيء، مستحيل أو بستحيل بستحيل تتفلش، والطعم راح يصير خرافي خنفشاري يا حبيبي. لانا مشاهدي الحبة راح يكون في عندي طبق اخر لهذا اليوم، سلطه. السلطه لهذا اليوم راح تكون في عندي صوصج، لكن قبلها فاصل سريع واكيد راجعين مع مطبخ خلدون لهذا اليوم. رجعنا اكيد بعد البريك، خلينا نخلي هذه هنا. حلو يا اخي، ريحتها طيبه، شو تقولون؟ يا سلام. اكيد مو انتم لانه ما تشتمون الريحه، لكن انا دا اشتم الريحه، والكادر اللي خلف الكاميرات دا يشتم الريحه، دا يتونس لما يشتم الريحه. مستمتعين اكيد بالريحه. انا مشاهدين الحبه راح يكون في عندي طبخه ثانيه لهذا اليوم، لكن خلينا نراجع بصوره سريعه شنو اللي سويناه قبل الفاصل. كباب لهذا اليوم، كباب باذنجان. ما اعرف ليش مكلبه كباب الدجاج، قريبه يجوز نفس التون. كباب باذنجان لهذا اليوم كانت عندي تقريبا حبتين اثنين باذنجان كلش كافيه. استخدمت تقريبا 750 غرام خلينا نقول من اللحم. خليت وياها تقريبا خاشوكتين بهارات. البهارات كان خليط فلفل اسود، كركم، شويه كاري، شويه برياني مخلوطين سويه، وجوزة بو ايضا. وباي باي. شنو بعد يا خلدون؟ خلينا ثوم، خلينا بقسم، خلينا بيضه واحده بس، بقسم تقريبا خاشوكتين مو اكثر حتى لا تصير عندي راحه، انتهى لا طعم لحم ولا شيء. عندي صلصه ثلاث خواشيق، اثنين ثلاث خواشيق خليت. اول ما خليت ثوم شويه، خليت بصل حمسته كل زين بشويه زبد، خاشوقه واحده زبد، خليت ثلاث خواشيق معجون طماطه، خاشوقتين معجون عفوا فلفل احمر، وخليت هنا طماطه مقطعه مكعبات. ورا ما خليت هذه المواد شويه مي، صارت عندي الصلصه. ويا سلام سلم. دا اشويه هسه، دا اشويه. عندكم منقلة، مسوين اليوم انتم اجواء جميلة، عازمين احد، زيدوا المقادير، ما يصير ترى. هذه المقادير تقريبا لاربع الى خمس اشخاص، سعرات حرارية راح اقول لك سعرات الحرارية، 785 سعرة حرارية، خلينا نتذكر، 785 سعرة حرارية، ووزن الطبخة تقريبا راح يكون بين الاثنين كيلو، واحد ونص كيلو. طبعا هذه الطبخة راح تكون رائعة جدا، اما ليش تكفي تقريبا اربع اشخاص كل واحد ياخذ له نص شيش حتى السعرات تتوزع. راح نجي للصوصج لهذا اليوم، راح تكون سلطة اخرى، سلطة مميزة، طبخة جميلة جدا. سلطة الصوصج بالمعكرونة، بالصوصج، بالخيار، والطماطة، وايضا راح يكون في عندي مجموعة حلوة من الصوص.
هاني هذه السلطة إذا سويتها من غير هذا الصوص راح تكون سلطة عادية، لكن اللعبة وين؟ اللعبة بالصلصة اللي تسووها وتغلفون بها الزلاطة. الورقة والقلم بديكم، المقادير عليكم، وتركوا الطريقة على يعني. بداية الصوص يا حبيبي، راح يكون في عندنا أنا مكرونة، راح أستخدم تقريبا خاشبتين كاتشب، راح أستخدم خاشبتين دبس رمان. وين المقادير؟ المقادير المقادير حياتها المقادير، واحدة واحدة كتبوا، واحدة 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 واحدة. شو طبيعي راح يكون في عندنا أنا صوصج تقريبا 250-200 غرام حلوين. عندي أيضا مكرونة 100 غرام كلش حلوين. راح يكون في عندي استخدام تقريبا حبتين اثنين خيار، راح استخدم هنا حبتين اثنين طماطم، راح استخدم 250 غرام من الخساية السعيدة، كلش خساية سعيدة، كلش مبتسمة أصلا، مبتسمة للحياة. دبس رمان دبس رمان كاتشب ايضا حامض، ايضا راح يكون في عندي زيت الزيتون. فوق غصنك يا زيتون، فوق غصنك يا زيتون. اللي حاب انه يخلي خل عادي جدا خلوا خل، لكن حامض ودبس رمان وكاتشب اذا ما يحتاجون يخلون خل. راح اضيف تقريبا ما يعادل 3 خواشيق من الحامض، زيت الزيتون، وينك يا زيدون، اضيف تقريبا من خاشوكتين لثلاث خواشيق. ملحني يا حبيبي ملحني، شويه ملح حلوين، خليت شويه ملح ما خليت هوايه حتى لا تصير حلوه، مو صحيح يعني ما تصير مالحه. راح اضيف دبس رمان بعد ما خالطهم، دبس الرمان يضاف، حامض حلو. وانا ما ضفت دبس الرمان راح اباشر بخلط هذه المواد سوية. مثل ما قلت انا هاي الصلصه كلش اعتمد عليها اعتماد كامل. راح اضيف كاتشب، ممكن اخلي معجون فلفل ايضا اللي هو معجون الفلفل الاحمر اللي هو يسمى بالبابريكا. البابريكا ممكن انه اخلي شوي. راح اباشر الان بخلطهم. تعال يمي تعال يمي، كل وزني كل وزني يا حبيبي كل وزني. راح اخلط هذا الصوص اللي مثل ما قلت كلش مهم، هذا الصوص هذا اللي نغلف بيه، هذا اللي نغلف بيه احنا، اللي نغلف بيه طبعا نغلف بيه شنو نخلون سلطه باذنجانيه، نغلف بيه الصوصج، نغلف بيه هواي سلطات تكون رائعه جدا. ورا ما انه غلفتهم هسه على راحتي وباشر بالتقطيع، خشنين ناعمين حسب الرغبه، تقطع بهذا الشكل. طبعا دا تشوفون التقطيع نص اوكي. هنا لازم الصوصج ايضا يقطع بنفس الطريقة، نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة ايضا نفس الموضوع. يا سلام خيار، يا سلام سلم، ولا اروع من هيك خيارة صغيرونة وحبابة. واضيفها هنا على الصوص، راح اجي اخذ الصوصج نفس الموضوع اتفقنا. ها شلون نقطعهم؟ قطعهم بهذا الشكل، استخدموا صوصج لحم، ما موجود عندكم استخدموا صوصج دجاج، ما موجود عندكم لا تسوون الزلاطه سووها without صوصج. لاحظ هنا باشر بتقطيعها وايضا ثرمها وخلطها مع الخيار، وبعد عندي طماطه، وبعد عندي خس، وبعد عندي مكرونه. يعني غنيه، هذا هذا غنيه بالقيمه الغذائيه، غنيه بالطاقه، غنيه بالبروتينات، غنيه بالفيتامينات، كل شيء بيها، كل العناصر المهمه اللي يحتاجها الجسم موجوده بهذه السلطه. وثانيا حلوه وفريش، حلوه وفريش. وثالثا أزقزني يعني كالوزني. راح ابلش اضيف القطع هذه، حلوين لحد الان كلش حلوين لحد الان، يعني كلش بسيطه كلش سهله. صدقوني لا تقولوا لي صعبه، ماكو شيء صعب. سويت الصوص، سوينا الصلصه اول شيء، ورا ما سوينا الصلصه بلشت اثرم الخيار، وبلشت اثرم مو بس الخيار ايضا بلشت اثرم هنا راح اجي مثلا اضيف المكرونه اللي هي نوع من المكرونه اللي هو الفيونكا.
كلش حلوه هالفيونكه. راح ابشر الان واخذ طماطه، لاحظ، وخشنه الطماطه راح تقطع، طبعا اكيد مو ناعمه، تكون تقريبا شويه اكبر من حجم الخيار، حتى شنو، حتى تتغلف بالصوص. لكن اذا ثرمتها انا ناعم راح تروح تمرد الطماطم، انا ما اريدها تمرد، شيء طبيعي، انا اريدها مثل ما هي، حلوين. اللي حاب انه يقطعها مثل الفتوش ايضا بكيفكم، يعني تقطيع الفتوش اللي تكون كبيره، او ممكن تقطعوها جوليان اللي هي تكون اصابع. يا سلام، اول اتصال هاتفي. يا سلام سلم، صباح النور، تحياتنا لك يا ورده، اتمنى لك اكيد ان شاء الله يا ربي نهار سعيد، بما انه انت اول متصله ما شاء الله. يا اهلا وسهلا. اجل هاي الخلطه اللي هو فاتت، لو في سجل جداد وياه. نعم، بس عيد السؤال. نعم، قولي. سوري ما سمعت واضح. هاي الخلطه، هاي الخلطه اي تبديله، يعني سويت. اي بسيط. اللي فاتت لو سجل جداد يصير بسيطة، راح اعطيك المقادير اللي سويت الصوص، ولو انه الصوت مو كلش واضح ما دا افتهم شيء، لكن انا سمعت انه الصلصه هذه راح اعيدها الخلطه كامله. بسيطه دللي. في سؤال اخر؟ زين، ليش اسهل الكريمه اللباني، يعني الكريمه اللباني المعلب؟ لا، الكريمه اللباني اللي هي الكريمه تستخدم في الطبخ. كريمه اللب يعني هي القمره مثل مثل القشطه. ايه قشطه. اي نعم، هي قشطه عادي. قشطه ممكن تستخدمين القشطه، كريمه لباني. البرنامج بس يوم السبت تستخدمين؟ اي نعم بس يوم السبت. انا استقبل اتصالات، ما شاء الله اتصالات كل شوي مدى لها. اول اتصال ان شاء الله. طبعا بس السبت وابي الاتصالات، وايضا ثلاث طبخات، اما باقي الايام بدون اتصالات وفقره نقدم فيها اطباق سريعه. اوكي ماشي. اوكي ربي ماشي ان شاء الله. اوكي هاي بسيطه ان شاء الله، راح اقول لك شو سوينا. شوف السلطه تكون ثلاث طبقات كلش مهمه، راح اقول لك اكيد مقاديرها، وايضا شنو الاشياء اللي ضفناها للسلطه. اوكي والله والدك يخليك الوالد. الدلل ربي يحفظك ان شاء الله. تحياتنا لك مع السلامه. خلينا ملح، مو صحيح ملح، وخلينا تقريبا خاشوكتين دبس رمان، خلينا خاشوكتين من الكاتشب، خليت وياه شويه معجون فلفل اذا كان موجود او غير موجود، خلاص انه انا ما كاتب المقادير. خليت ايضا ثلاث خواشيك زيت الزيتون، خليت 250 غرام ربع كيلو من الخس، خليت صوصج تقريبا كوب كامل صوصج، خليت خيار حبتين، وخليت طماطه حبتين، ورشه ملح. كل هذه راح الان اباشر بخلطهم، اخلطهم تمام التمام، اتاكد من خلط الصوص مع السلطه، اتاكد كلش انه الخلطه تمام. مثل ما تشوفون انا سويتها خشنه مو ناعمه. لاحظ الصوص شلون بلش يغلف لي الخس، وبلش يغلف لي الصوصج، ويعني مثل ما قلت انه هذا النوع من الاطباق يا اخي كلش طيب، واحنا متعلمين على هذا الطعم. ليش؟ لانه احنا نحب السلطه الباذنجانيه كلش هوايه، وهواي ناس تتابع الان وتشوف انه سلطه الباذنجانيه هي من الاطباق اللي كلش محبوبه في المطبخ العراقي بالاخص. طبعا هذه تقريبا مثلها، لكن شويه غيرنا باضافه نفس الصوص تقريبا، لكن مرات اجتهادات هي اضافه الصاص. يعني انا اليوم خليت معجون فلفل، ورا ما اخلطها كل الزين واتاكد انه صارت السلطة ممزوجة بكل المواد المهمة، راح تكون في عندكم سلطة أكيد ولا أروع من عادة، أكيد 100%. هذه السلطة اليوم كانت موجودة، أتمنى أنه كتبتوا مقاديرها، أتمنى أنه عجبتكم طبعا، فحتى
حتى أصبها أحتاج إلى طبق كبير، أنا جايب لي طبق صغير. صبني يا حبيبي صبني، ورا ما أصبها كالوزني كالوزني. وشوفوا أناناسة، شوفوا الألوان، شوفوا الألوان، الألوان الجميلة، الصوص، تغليفة الصوص، المكرونة، تقريبا كل العناصر المهمة أنا ضايفها في هذه السلطة، كل شيء جميل أنا ضايفه في هذه السلطة. شو طبيعي أتمنى أنه شفتوا شلون سويناها، أتمنى أنه لحقتوا. وأيضا مع ذكر المقادير وأيضا طريقة التحضير، راح أباشر وأخذ شوية فلفل أخضر، هذا اللي قلت لكم عليه جوليان. تقطيع الجوليان اللي هو تقطعون الفلفل الأخضر بهذا الشكل، وراها تبلشون يضيفون فلفل أخضر بالأطراف، ما تحتاج إلى زينة طبعا. أنا أحس إنه الأطباق اللي تزين بطريقة أوفر إنه بيها فت خلل معين. دائما لا تكون الزينة أوفر، لا تكون الزينة كلش أوفر، حاولوا إنه تختارون ألوان حلوة متناسقة، ألوان جميلة، ممكن ضيف لكم أو ضيف فت إضافة بسيطة، لكن لا ما تكون أوفر طبعا. وراها راح أخذ شوية طماطة كرزية كالوزني على الطبق، من بين ما أشوف شوية طماطة حلوين ممكن إنه أضيفهم. شوية طماطة حاول إنه قطعها بهذا الشكل، شوية طماطة حلوين ومأزأزين، ممكن إنه تخلون حسب رغبتكم، لكن مثل ما قلت لا تكون اوفر، لا تكون. لاحظ هنا انا افتحها شويه واخلي حبه الطماطه، وتكون عندي ولا اروع من طبخه كلش بسيطه سهله وسريعه. اتمنى انه عجبتكم اليوم اللي هي السلطه. عندي طبخة أخرى لهذا اليوم، راح تكون في عندي نوع من الحلويات المميز اللي راح أقدر أقدمه أيضا، السلطة صارت دن يعني صارت تمام. هاي فيونكة، يا سلام فيونكة، وردة يعني وردة مفتحة السلطة. أوكي، عندي طبق حلويات للي يحب أنه يسوي اليوم نوع من الحلويات الممتع هذا، بريحته بطعمه بنكهته بسوالفه بحاجاته شغلاته. وين عليها كاميرا؟ لا انا كالوزني كالوزني. للي يريد هذا النوع من الحلويات يسويه ويطبخه وممكن يعمله، الطريقه راح تكون بسيطه. هذه السوالف ما لكم علاقه بها، هذه هي الكراميل. اوكي، تعرفون انه الشكر لما ينشوى لازم انه يتحمص. لاحظ انشال ما له علاقه به، ممكن انه يستخدم قارنش يعني طبيعي جدا. اوكي، قارنش بس ما ينكل، ها، لانه محترق، محترق الغالي ماله. لذلك راح يكون في عندي اليوم نوع من الحلويات الممتع، طريقه تحضيره، مقادير، التفاصيل، لا تروحون لاي مكان، لا تديروها على اي قناه، راح يكون في عندي طبق كلش حلو حلويات اليوم. بريك سريع وراجع مع مطبخ خلدون لهذا اليوم. سولف، نحكي شوية، نحكي شوية على الطبخة الأخيرة لهذا اليوم اللي راح تكون مليانة كراميل. يا سلام على الكراميل، أنا أشيل بس المحترق الغالي ماله، لاحظ وأبلش. شوفوا هنا أنا أوردي راح تكون في عندي تمام التمام، حتى تكون الموضوع شوية بأكثر احتراف. ناخذ تختة وأخذ الجميلة هذه، يا جمالك يا حليلك، بس قل لي السكينة وين راحت يا بي، خليه هنا أنا. وقطعني قطعني يا حبيبي قطعني، يا سلام. وين شايك؟ جيب لي قوري شاي واستمتع بالطبخة
الأخيرة اليوم. طبعا شفتوا شلون قطعتها؟ شفتوا شلون قطعت؟ تبلشون انه تخلوها بالصحن، راح تقول لي شو وقت راح تسويها. والله جايكم، والله جايكم. هسه راح اقول لكم مقاديرها وطريقة تحضيرها وشلون تسوون هيك نوع من الحلويات سريع سريع جدا سريع، يعني ابدا ما تتأخر عندكم. احلى شيء بيها طعمها ونكهتها، واحلى شيء بيها لما تقدموها مع شوية شاي، استكان شاي مثلا. انا مو مسميك يا، والله مسميك يا. خفايف شنو؟ خفايف يا سلام يا سلام. شفتوا انه كلوزني. خلينا نشوف هنا شكو. طبعا هذا موضوع، هنا موضوع نانا الجمال. لاحظوا عجينه خفيفه مقرمشه من فوق، شوف القرمشه هذه، شوفوا شلون تتفتفت بيدك، اكلها بيدك ما حد يفيدك، مو صحيح؟ الله الله. شويه شاي، هذا مي. الله. مقاديرها، طريقه تحضيرها، تفاصيلها، الطبخه هذه، بلشوا خلينا نكتب. راح يكون متكونه من اول ماده، في عندي شويه من الطحين تقريبا كوبين. من يريد من الشباب؟ والله تريد بتاكل صايم تريد. المقادير يا سلام، كلش طيبين. يلا وقفت. راح يكون في عندي طحين، راح استخدم زيت. شوفوا هذه المقادير، كوب كامل زيت، كوب كامل حليب، كوب كامل سكر، كلهم سويه، كوبين اثنين طحين، بيضة واحدة بس، باودر كاكاو اختياري حسب الرغبة، وسكر باودر اختياري حسب الرغبة، والكراميل اللي راح استخدمه لهذا اليوم كراميل سائل ايضا راح يكون حسب الرغبة. الطريقة كلش سهلة وحلوة في عمل هذا النوع من الاطباق او نوع من الحلويات. شنو يحتاج؟ يحتاج الى طحين خال وياه شوية بيكنج باودر، ورا ما اضيفه راح اضيف سكر باودر وسكر خشن حسب الرغبة، اضافة سميد. هذا اللي يعطيكم، هذا اللي يعطيكم القرمشة. تريدون قرمشة؟ تريدون طعم هش خفيف يتفتفت بيديكم؟ خلوا شوية سميد. راح اضيف شوية سميد، كوب كامل حليب، اوبا يا سلام، كوب كامل زيت، اوبا، بيضاية بدون كتكوت كاليميرو، يعني شوية كاليميرو، اوبا شوية كاليميرو، شوية كاليميرو حلوين. واخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو مرحبا، صباح الخير، يسعد لي صباحك، تحياتنا لك. في البداية اكيد اتمنى لك نهار سعيد وممتع اليوم. عيوني ام ياسر، قولي شنو الطبخة اللي ببالك؟ مقادير الزلابية. سهل. مقادير الزلابية، شنو بعد عندك سؤال اخ؟ الزود الست. اي. ومقادير ال بولو هي عجينة بيتزا، عجينة بيتزا، زود السد وزلابية. إيه؟ سهلة سهلة سهلة. بس يعني حتى سهل هاي الأشياء كلها. يعني من كواحد. أي نعم، هسه راح أقول لك مقاديرها، أوكي؟ ربي يحفظك، ربي يحفظك ويخليك يا غالي. مع ألف سلامة، باي باي. مية. يلا سهلا. اذا عندنا زلابيه شويه، وعندنا زود الست شويه، وعندنا العجينه اللي داعجنها هسه. العجينه اللي داعجنها اني احتاج الى ورق زبده. يا اخي والله طيبه صدق، وصلنا على شاي.
بدنا ناكل شويه شاي وياها. خلونا شويه كراميل هنا حتى يحترق زين، حتى شويه يلزم عندي ورق الزبده هذا. انا راح اخلي ورق الزبده هذا متل عجن. الزود الست تحتاج الى كوبين اثنين من الطحين، كوبين اثنين زبد، اخلي وياهم رشه ملح، اخلي وياهم سكر ونص كوب من السكر. ابلش اعجن العجينه، ورا ما اعجنها كل زين احفظها في البراد لمده تقريبا نص ساعه. ورا النص ساعه راح اعجن العجينه مره ثانيه، اسوي لها محل بي. اخلي هنا نشا تقريبا كوبين اثنين، اخلي نشا 3 كواشيق كوب، اخلي هنا تقريبا نص كوب سكر، واخلي قشطه 3 كواشيق، واخليهم على النار. ورا ما اضيفهم على النار، ورا ما اخليهم كلهم على النار، راح يصير في عندي هنا الكريمه. هذه الكريمه ايضا بتكون مهمه. الكريمه يا حبيبي، الكريمه، الكريمه هذه بلشوا تحشوها للعجينه. ورا ما تحشوها خلوها بصينيه وترشون عليها الزبد. ورا ما ترشون عليها الزبد هنا راح تصير عندكم الزنود الست. تشوها بدرجه حراره تكون تقريبا 185، الوقت يكون 25 دقيقه. اما الزلابيه فتحتاجون الى كوبين اثنين طحين، كوبين اثنين طحين، 3 كواشيق نشا، 3 كواشيق نشا. تخلوا لها خمره خاشوقه كوب ونص كوب من المي الدافي واربع ملاعق كبار من اللبن، وخمرني يا حبيبي خمرني. ممكن تخلوا لها شويه صودا، تمام؟ ورا ما تخلون شويه الصودا راح يكون عندكم الموضوع كلش اوكي. ما تريدون الكراميل يسيح، عادي جدا تقدرون انه ما تخلون الكراميل يسيح. لاحظ هنا انا عجينه كلش اوكي يا حبيبي، واخليها بهذا الشكل. ورا ما خليتها بهذا الشكل ابلش انه شويه اضربها، شبك من هنا شويه، شبك من هنا. لا والله حلوين، 5 دقائق حلوين، 5 دقائق بس من هنا من هنا. ما بيها مجال زين، هي بيها سلايد روف. وقد عندي طبخه اخيره، اتمنى الوقت. عجينه البيتزا تحتاج الى ملعقه، تحتاج الى ملعقه كوب من الخمره، تحتاج الى بيضه واحده بس، كوبين اثنين طحين، وابلش اعجنها. كوبين اثنين طحين، 3 كواشيق زيت، رشه ملح، رشه سكر، حلوه الدنيا سكر. وراها تبلشون انه طبعا تخمروها، خمروها تمام تمام. يا سلام، شوفوا العجينه، شوفوا العجينه شلون صارت. خلاص اصفي لكم الهوسه، ورا ما اصفي الهوسه الفرن اوريدي انا مشتغل عندي. هذه اخذها واخليها هنا شوي، افتحها بايدي. سكينه صغيرونه وابلش اعمل لها شقوق بسيطه بهذا الشكل. لاحظ هنا أنا أعمل لها شقوق بهذه الطريقة، بس تكون بمستوى صحيح. هذه هنا، هذه أيضا، هذه هذه وهذه وهذه، شوية هنا وشوية منا وأيضا شوية منا. لاحظوا شلون صارت، تكون عندي بهذا الشكل. أخذ كراميل جاهز وأضيف الكراميل بهذه الصورة، ما
بعدين تمام وراها شو راح اسوي هنا؟ راح اغلق الصفحتين هذه واغلق الصفحتين هذول، بعدين هذه افرها هيك فره، فرها 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 يا خلدونز، فرها افتري، تكون مغلفة بالكراميل ها، ورا ما انه فريتها بهالطريقة هذه شو راح نسوي هسه؟ اغلقني اغلقني منا ومنا وبوسني منا ومنا، يا سلام يا سلام، ورا شو راح اسوي؟ تنسد منا وتنسد منا وكلوزني كلوزني، ورا ما تصير عندي بهذا الشكل بهذه الصورة راح اخذها فرن درجة حرارته 185 20 دقيقة بس، ورا ال 20 دقيقة تصير عندكم اكيد ولا اروع من عدها. خلاص خلاص اطباقي لهذا اليوم كل سهلة بسيطة وسريعة، ممكن تخلون سمسم، لا تقول سمسم إذا ما تلهم، ممكن كراميل ولا شاي وشوية شاي، الله كراميل على الوجه ويا حبيب قلبي، باودر كاكاو أو كاكاو زينة، الزينة خزينة، شوية كاكاو هنا أنا وكلوزني عليها كلوزني. حلوة سهلة بسيطة وسريعة، أتمنى أنه عجبتكم هذه الطبخة لأنه كلش بسيطة، دائما الأطباق اللي أنا أسويها هي سهلة التحضير، دائما تكون بسيطة، دائما تكون في متناول اليد. يا حبيبي كباب باتنجان، يا باتنجانك يا باتنجان، مو صحيح؟ والباذنجان اجى، الله 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 الله، كباب باذنجان، كباب باذنجان اليوم كان في عندي طبخة اكيد حلوة كلش بسيطة وكلش سريعة، كيفك؟ لا طبعا لا. شوية باذنجان حلوين ومأزأزين، منين اكلك يا بطه؟ منين اكلك يا بطه؟ شو راح نسوي لك هسه احنا؟ شو راح نشيلها؟ دقيقة واحدة بس كلش حلوين، الله بقى الريحة بقى الريحة، ساعدها بدها تساعدها، شلون القف الشيش بس عندي هنا الموضوع ايش قد؟ ايش قد اللي يعطيني بعد وقت؟ لا يابا هو الشيش وراح اشيله، شيش 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 علي شيش بشرفك ان شاء الله، والله ما راح اتجاوز على الوقت، الطبخه صارت اوكي و اوبا ما بتفكر عليك بالحرق بالحرق بالحرق، تمام كلش تمام، ورا شو حسوي؟ انا راح انظف الطبخه، انت التبسي هم طالعه بالجو، هم طالعه بالجو، اي والله اي والله، اهم شيء التبسي يطلع بالجو. الشيش كباب جاهز، اللي يحب انه يخلي وياه شويه من الكفته هنا وتخلون صوص، اريدكم تشبعوه بالصوص حبيبي، الصوص حبيبي، الصوص يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يا سلام
شوية صوص. وهذه الأطباق اللي قدرت أقدمها لكم سهلة بسيطة سريعة صحية وحلوين ومأزأزين. هنا راح أخلي لك التبسي، هنا راح أخلي لك طبق الحلويات، وهنا أنا راح أخلي لك كباب باذنجان. هذه الأطباق اللي قدرت أقدمها لكم اليوم. أتمنى هذه الأطباق عجبتكم. عندي كباب باذنجان سويناه بطريقة بسيطة جدا سهلة وسريعة. سوينا أيضا سلطة الصوصج اللي أيضا سويناه بطريقة بسيطة جدا سهلة وسريعة. وخفايف رائعة جدا بالسكر كانت طبقي الأخير. أتمنى عجبتكم هذه الأكلات، أتمنى عجبتكم هذه الطبخات. أكيد راح أقدم لكم أطباق جديدة، أطباق ذات مستوى سريع، يعني الفول ماله سريع، استباتها سريعة، سهلة، بسيطة، سريعة، صحية، بس من مطبخ خلدون. مني أنا شيف خلدون، باي باي.